سلام وتحية طيبة للجميع، حياك يا صاحبي. حلقة جديدة من تختيم Elden Ring بنظام الوك ثرو. أنا عارف إنه أنا تقريبا 3 أو 4 أيام ما نزلت حلقة، لكن والله العظيم يا أخوان إنه غصبا عني. يعني الفترة هذه أنا مضغوط بشكل مو طبيعي، وعندي أشغال قاعد أخلصها وماخذة وقتي بالكامل. ماني ملحق والله العظيم اجهز النوتس، الملاحظات اللي انا اكتبها، اجهز واصور الحلقات. حتى نزلت ووكونج، وباللي يا الله جالس ابث ووكونج الفتره هذه بلاك ميث، لكن ابشر بالعوض وان شاء الله لنضبط الوضع خلال الفتره الجايه. العب، ما نبغى نطول اكثر من كذا. اتفقنا الحلقه الماضيه انه بنسوي جزء من كويست الوايت ماسك، تمام؟ وضروري انك تسوي 3 انفيجن، تغزو 3 مرات. انا اوريدي خلاص سويتها وبقي معايا 5 بلودي فينجر، هي كانت 8 في الاصل. هنستخدم الرون ارك. اوكي، ونشيل رادجون هليزمان. بام، ممكن نركب هذه، بترفع الفيث بشكل مرة كبير. ممكن نركب ايرد تريز فيفر، هذه حترفع لك الستامينا والاتش بي. والله والله ما في شيء مهم صراحة. صراحة انا ماني شايف عندنا اي تاليزمان ممكن تسوى، فخلينا على الرادجونز سكار سيل. طيب الآن برضو نقدر نركب هلمت، أيضا نقدر نركب هذا السلاح. أوكي، بعد ما تسوي الثري انفيجن وتغزو 3 مرات، الآن كل اللي تحتاجه يا صاحبي ترجع للوايت ماسك وتتكلم معه، وبكذا حيعطيك قطعة قماش يطلب منك انك يعني تجيب له دم واحد من الميدن الموجودين في اللعبة. اوكي، في اكثر من ميدن، طبعا الميدن لازم تكون ميتة. احنا شفنا مر علينا اكثر من ميدن، مرت علينا اريانا، مرت علينا العمية اللي نعطيها الجريب، والله اني ناسي اسمها. على العموم تجي تتكلم معه. هذه هي اللورد اوف بلودز فيفر، قطعة قماش يبغاك تعبيها من دم الميدن، فلازم تكون ميدن ميتة. فأي ميدن ما عندك أي إشكالية. دقيقة بس، أوكي. بعد ما أخلص نروح الراوند تيبل وحنفعل الكويست تبع النيفلي. طبعا نيفلي تغير مكانها وتنزل تحت الآن. لما نتكلم معاها حتعطينا اكسترا ديالوج. خليني الحين نوريكم مكانها. طبعا انتبه للكويست تبع نيفلي. دقيقة. I think انه احنا تكلمنا مع نيفلي. خلاص I think انه تكلمنا مع نيفلي لانه مين موجودة هنا، فالان قابلها في الفيلج. طيب ممتاز، طالما انها مين موجودة الامور كذا عرفنا تمام. ان شاء الله نتكلم مع قد وين، ما عنده شيء جديد. اوكي، بعد ما تخلص يا صاحبي حنروح على فولي. يب، on the lake. في عندنا two
كريستال بوسز يعتبر بوس جانبي، لكن للأمانة مرة معضل. معضل ليش؟ لأنه هو يعتبر تانكي لين تكسر الكريستال تبعه. فالنوع هذا من البوسز الأفضل إنك تستخدم معاه سلاح بلان أتاك، يعني يستخدم سترايك دامج زي ما انتم شايفين. إذا تشوف اسم السلاح فوق سيكريت بريك هامر، تحته جريت هامر، تحته مكتوب سترايك. نوع الدمج تبعه سترايك، هذا نوع الدمج حقه بيرس اللي هو نوع الضربة، تمام؟ هذا سترايك، هذا سترايك. ف هذا ستاندرد، ما عندنا إشكالية فيه. هذا سلاش بيرسينج، شايف كيف؟ عادة السيوف أغلبها تكون سلاشينج. الأسلحة اللي زي الهامر دائما تكون سترايك، سترايك اللي هو يضرب بلان أتاك. طيب الآن أوريكم الفكرة. نتوجه ويست. من هنا أتوقع يب، أول ما تبدأ تشوف الكريستالز اللي لونها أزرق أعرف إنك ماشي صح. خلاص إذا شفت هذه الثنتين هم يكونوا موجودين جوا هنا. قبل لا تدخل جهز بفات، كذا عندك بفات تبغى تسويها. نبغى نسوي البليسنج و اوكي. طيب واحد فيهم موجود ورا هذه، فتقدر تضرب ضربة في البداية. حلو، الآن انكسر الكريستال اللي عليه، فالآن الدمج عليه بيكون مرة انسين، شايفين كيف؟ لو تستخدم سلاح غير اللي قاعد استخدمه أنا، سواء هامر أو ميس، بتلاحظ إن الدمج عليهم مرة سيء. And they's dead. أوكي، ما عندهم شيء سبيشل صراحة. بعد ما تذبحهم نتوجه نورث ويست. في هنا شايني بول. هذه طيب خلينا نرجع أسلحتنا بس على السريع. أوكي. اوكي طيب الان بعد كذا عندنا احنا الشاني بول ساوث في طريقنا كذا للفيلج، محل ما بنلاقي نفلي قدامنا. انا صراحة ماني فاكر اذا كان هنا في ايتمات او لا، خلينا نتأكد. ناخذ فرة سريعة كذا. يب في ايتم هنا. سميثينج ستون. واتوقع الكراب عنده برضو ايتم اذا انا ماني غلطان. بالجهة ذيك. اتوقع يتهيألي. اوكي نرجع طريقنا. طبعا انا استخدمت الرون ارك، فصراحة لازم نكون منتبهين عشان ما تضيع علينا، لانه الرون ارك تعتبر جيم تشينجر، لكن للاسف اذا يعني عيبها اذا مت تروح عليك، فلازم نحرص ونلعب سيف قد ما نقدر. طبعا طريقنا فوق، بس انا جاي اتاكد انه ما في ايتمات، لاني والله ناس المنطقه هنا. انا ماني مسجل صراحه اي نوتس في المكان هذا، لاني تقريبا حافظ المكان، بس جاي اتاكد. اوكي يلا الان نطلع الفيليج. اوكي وهذه نيفلي. Oh, well, what do you make of it? I witnessed a sight much the same, the oppression of the weak. Murder and a waking nightmare.
put this time. And though the suffering cannot be undone, justice to the oppressed, let the scars I carve remind them. Put this time. And though the suffering cannot justice to. اوكي عندنا اول ما تطلع فوق يا صاحبي لارفلتير وزي ما شايف المكان فيه بنش اوف انيميز تقدر تذبحهم وتقدر تسحب عليهم ما عندهم صراحه شيء مهم ما يعطون حتى رونز الرونز اللي يعطونك اياه مره قليل اوكي بعد ما تخلص نتوجه يسار مع هذا الجسر حناخذ كريستال سورد اذا انت ما انت من محبي الكتانا او مثلا سلاح المونفيل كاس عفوا سلاح المونفيل كتانا مو عاجبك يا صاحبي هذا سلاح كريستال تير بيور ميج للامانه ممتاز السلاح سريع جدا ودمجه جدا عالي والسكيلينج تبعه من الماجيك عالي جدا ف يا انا مره انصح فيه اذا انت ما تستخدم المونفيل كتانا المونفيل كتانا جبناه قبل كم حلقه تقريبا انا ذكرت انه هذا اقوى سلاح ماجيك بالنسبه لنا لكن اذا مو عاجبك السلاح تقدر عادي تسكبه وتستخدم الكريستال سورد اوكي بعد ما تخلص شايف الحبيب اللي فوق ترى يسوي دمج مره عالي ف حاول تكون مرة أجرسف معاه طبعا زي ما انت شايف شايفين الدمج حقه كيف دمج خرافي يا لازم نكون منتبهين معاه قد ما نقدر وعندنا هنا البوت جاي هنا طبعا السلاح ايفوري سيكل حرفيا زبالة السلاح طبعا هو يقول يور نت ون اوف ذيم في ناس جو لمنطقة الفيلج الثيوري تقول انه جودوين شفتوا اللي كان موجود عند الطاولة في الراوند تيبل لما رحنا تكلمنا معاه قبل نسوي فاست ترافل هو اللي أرسل الناس عشان يذبح كل اللي في الفيليج لأنه جاء لهم مرض معين وهو يبغى ينهي هذا الشيء كيف؟ طبعا هيز ديد هو كان عايش عشان يحمي الميداليون اللي أعطاني إياها الهاف ميداليون الهاف ميداليون هذا حنحتاجها عشان تفتح لنا سكشن كامل منطقة كبيرة جدا في اللعبة وما راح نقدر نفتحها الا بهذه الميداليون. الميداليون الثاني حنجيبها ان شاء الله بعدين. واحنا الحين ترى في اخر جزئيه في الفيلج عندنا هناك بوس فايت. والبوس فايت مره ايزي لكن المشكله فين؟ في الدوجز المكان مليان بالدوجز. حاول تذبح الدوجز اول تفتك منهم قبل لا تكمل. هذا الأول وهذا الثاني الثالث تحت ما علينا فيه أهم شيء هذا أتوقع في واحد ثاني كمان على العموم نزل ال سبيريت آشز شايفين؟ إيزي إيزي مرة إيزي لكن هو المشكلة في الدوكس اب هذا هو اللي قاعد ادور له. طيب اعطانا تاليزمان، تاليزمان تزيد دفاعاتك ضد والله اني ناسي. ريديوس دامج اند امباكت اوف هيتشوت حرفيا يوزلس مره زباله لانه ما لها اي فائده بكل اختصار انها تزيد الدفاعات حقتك ضد ضربات الهيتشوت يعني اللي يرمي عليك بو وايرو. ما ادري مين اللي بيرمي عليك بو وايرو ويلعب معك الشوت صراحه ف يا على العموم بعد ما خلص احنا كذا خلصنا الفيلج نبغى الحين نروح عند سينس ايل سينيك ايل هذه هي تذكرون النيكلس القلاده اللي جبناها من عند
الشخص اللي قاعد يطبخ اللوبستر مو كانت النيكلس حقت هذه وقالت لنا اوه ساعدني اجيب لي النيكلس ومن هذا الكلام. على العموم هذه النيكلس احنا جبناها الحلقه الماضيه او اللي قبلها والله اني ناسي. فبنيجي نتكلم معاها نعطيها النيكلس وحتعطينا الانفيتيشن للفولكانو مانور. طبعا الطريقه هذه هي الاساسيه لدخلك الفولكانو مانور. في اكثر من طريقه لكن انا افضل الطريقه هذه عشان ما نعطب الكوستات تبع الام بي سيز، خاصه كوست اسمها فريا هي ولا ايش؟ والله اني ناسي اسمها صراحه. لا فريا حقت الدي ال سي تبع درينج. اوكي بعد ما تخلص شوف يا صاحبي الان طبعا الفولكانو مانور موجوده في المنطقه هذه، احنا نقدر نروح لها لكن في حاجه خليها في بالك. هذه من الاشياء اللي في ناس طاحوا فيها وتوهقوا حرفيا، انه فيه مكانين بالضبط اذا عديتهم حيتفعل فيز 2 من العالم، نسوي تريجر للعالم تمام. المكان الاول هنا في تنل حلو ماين، لما تخلصه فيه البوس ماغما تذبحه وتكمل. لما تكمل حيطلعك على منطقة التس. اول ما تدخل منطقة التس فيز 2 من العالم حيتفعل، حتسوي تريج او تريجر يعني للعالم تبع اللعبة. المشكلة فين؟ لو سويت تريجر للعالم ودخلت على فيز 2 في اشياء كثيرة حتفوتك في منطقة كيلد، منها انك حتفعل البوس فايت رادان، وهذه ترى مشكلة كبيرة. ليش؟ في اغراض موجودة في القلعة حقت رادان نقدر ناخذها في حالة واحدة بس، اذا ما فعلت فيز 2 من العالم. يعني اتمنى ان الكلام واضح. لما تروح لهذه المنطقة قبل لا تسوي تريجر للعالم وقبل لا تسوي ادفانس للماب، تجي بتلقى الابواب حقت الغرف كلها مفتوحة، تقدر تاخذ الايتمات. في بوس فايت اختياري تتحارب معاه يعطيك سلاح اسطوري، اوكي؟ واحد من الليجندري ويبن اللي مطلوب في التروفي تبع بلاتينيوم للليجندري ويبنز تروفي، حلو؟ لكن اذا سويت ادفانس للعالم حتجي ما راح تلقاهم موجودين، حتلقى الغرف كلها مقفله، حتخش على طول على رادان، وهذه مشكله كبيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه عشان انت تسوي ادفانس للعالم، هذه القلعه قلعه مانور سمثينج حاجه زي كذا. الزبده ان القلعه هذه فيها هنا بوس. البوس هذا لما تحاربه وتذبحه وتمشي لين هنا تتكلم مع راني، واحده من اهم الشخصيات في اللعبه. اول ما تتكلم مع راني وتبدا في الكوست تبعها حتفعل قلعه ردا. وضحت الصوره؟ فتابع معانا وخليك يعني حريص انك انت ما تسبقنا. انا عارف والله اني عارف اني اتاخر في الحلقات، بس والله غصبا عني، لكن باذن الله خلال الفتره الجايه زي ما تشايفين انا بديت اخلي الحلقات ساعه بناء على طلبكم انتم. وثانيا الفتره هذه زي ما ذكرت انا كنت مضغوط فيها، لكن ان شاء الله الفتره الجايه حنضبط الامور وتمشي امورنا زي الفل. على العموم حاول انك تمشي معانا يا صاحبي، لا تتعداني عشان بس ما تتوهق في الاشياء هذه، اغلاط بسيطه يمكن تجي فيك العيد. فحبيت بس اوضح النقطه هذه. اوكي بعد ما اخلص في هنا تقريبا هنا في كيف. اوكي خلونا نروح للكيف ونخلص على السريع. طبعا احنا بدأنا نلعب ووكونغ تختيمة بلاي ثرو أولية، وتقريبا قاعدين نسوي بث شبه يومي. يعني زي اليوم ما قدرت ابث والله، وما ادري اذا اقدر ابث بعد التصوير الحلقه هذه او لا، لاني صراحه انا افكر كمان اصور حلقه ثانيه بس عشان ما نتاخر عليكم في حلقه بكره. مع العموم
اللي مهتم بلعبة بلاك ميث وكونغ أو يبغى يتفرج عليها ومهتم ب يعرف تفاصيل اللعبة إذا كانت تسوى أو لا، ترى التقييمة شغالة. وتعال شرفني يا صاحبي، أنا متأكد إنك هتستمتع لأن اللعبة جدا جدا أسطورية. أوكي، معانا ليفل أب كذا، احنا راح نقفل على الفيجر. الفيجر عندنا تقريبا 28 او 27 حاجه زي كذا، لا 28، لانه عندنا احنا الرون ارك معطيتنا 5 والتاليسمان معطيتنا 3. اوكي ليتس جو. بس يا حبيبي بس عشان ما تزعل. اوكي طيب نكمل فوق اول، ناخذ الايتمات. اوكي عندنا هذا الحبيب، حلو قاعدين نذبحهم ون شوت. في هنا ايتم بس حناخذه نصير نرجع. اوكي كذا خلصنا، ناخذ التشست واخذنا السبير تاليزمان. السبير تاليزمان بكل اختصار تشتغل على اسلحه الثرست اتاك، الثرست اتاك بس هي السبير. وخليني اوريكم التاليزمان، هذه هي. يقول لك انهانس الكاونتر اتاكس يونيك تو ثرستنج ويبنز. ثرستنج ويبنز زي ما شرحت قبل كذا، هذا سبير يضرب سلاش وبيرس، اوكي؟ لكن السبير البيرسنج هنا ستيشن ولي، فما ما تنفع معاك. عندك هذا بيرس فحيشتغل على هذا زي الفل. عندك شوف اسلحه البيرسنج هي اللي تضبط معاها التاليزمان هذه، فأنا شايف إنه صراحة كايند اوف يوزلس، ما هي فعالة بشكل كامل. يعني أنا أفضل صراحة التاليزمان هذه أكثر. يب. أوكي، على العموم هنكمل طريقنا في الكهف. ننزل هنا. ننزل اجين. طبعا طريقنا تحت هناك زي ما انتم شايفين، لكن هنجي من المكان هذا ننظف الحبايب. روينج داجرز. اوكي هذا المكان اللي كنا نطالع فيه من فوق، اما اقول لكم هذا طريقنا الاساسي. ف بعد ما تخلص حاول ما تنزل تحت مره عشان لا تموت. ناخذ هذا الايتم اول سوفت كوتون ونجمع الايتمات اللي موجوده هنا بجريد ماتيريالز. نايس. وعندنا برضو بوكيمونات، بعد ما تذبحها حيكون عندك بوس فايت. البوس فايت اتحاربناه قبل كذا اللي هو البلود هاوند. نستخدم بفاتنا على السريع، ما عندنا اصلا هذا البف، ما يبدي نستدعي البانشت نايت. اوكي نستدعي الحبايب ديمي هيومنز. زي ما اتفقنا نبغى نلعب سيف قد ما نقدر.
ما نبغى نموت، نضيع الرون ارك او الارك رون. اوكي، واخذنا السيلورين امبر ميدليون، هذه حترفع لك الاف بي تبعك. فمثلا الاف بي تبعنا الان 126 مع الميدليون 134. بف بسيط جدا. احنا عندنا اصغر واحده في منها بلس 1 و2 اتوقع في اللعبه الاصليه البيس جيم، وعندنا بلس 3 موجود في الدي ال سي. طيب قبل لا ترست عندنا هنا الرون ارك، نفعل الجريس ونتكلم مع نسيت اسم الام بي سي. على العموم الام بي سي هذه تتكلم عن الميدليون اللي احنا اخذناها من الحبيب اللي قبل شويه. ف انت لو جيت تكلمت معاها قبل لا تروح تكلمه، هي عادي حتقول لك انه انا ابغى الميدليون. اوكي، فاحنا جبنا الميدليون اختصارا للوقت عشان بس ايش ما نرجع جين. فالحلو في الموضوع انها تصير سبيريت اش او تعطيني سبيريت اش نفس الضربه حقتها. هي تستخدم زي ما انت شايف الايرو. طبعا كوستها ترى طويل جدا، عندها كوست طويل لنهايه اللعبه، بس نهايه الكوست مره رهيبه، والايتمات اللي بناخذها من الكوست خرافيه جدا. اوكي، الحين تبدا تختفي وتعطينا السبيريت اش تبعها. لاتينا، اوكي نسيت اسمها والله. فلاتينا السبيريت اش هذه للامانه مره رهيبه. يعني تخيل معانا سبيريت اش لونج رينج. اوكي، اتوقع انها اول لونج رينج جبناها خارج انا ما اتكلم عن السحره، وتسوي دمج مره رهيب. فانا اشوف خيار ممتاز اذا انت حاب تجرب او تغير. اوكي، بعد ما اخلص خلوني اشيك على النوتس بشكل سريع. اريا جوزن. اوكي اوكي، الان نتوجه على الراوند تيبل. حط في بالك انك ترست قبل تروح الراوند تيبل. ليش؟ حيكون الان عندنا انفيجن الراوند تيبل زي ما انت شايف. نسوي البف تبع الجولدن باو. الفايت معاه ايزي، اهم شيء لا تعطيه فرصه، خليك اجريسيف. طبعا احنا وزننا ثقيل لانه في الانفيجن يتكنسل الروين ار، فاحنا اصلا نقدر نسوي فاست رول بالروين ارك نفسها. اوكي، هذا اذا ما عرفتوه. عرفتوا اللي كان واقف هنا وما يتكلم اللي عند الغرفه تبع جودوين؟ طبعا حيعطينا سلاح الان كلينجينج بون، سلاح عادي جدا، هذا اللي كان موجود هنا. هو يغزونا وبعد ما تذبحه حناخذ الاغراض الست ارمور تبعه. الست ارمور شكله مره حلو وفخم. في له عيب انه ثقيل جدا، مره ثقيل. و في له ميزه صراحه انا ما اشوفها مره كويسه، يرجع لك الاتش بي تبعك اذا كان الاتش بي تبعك مره لو، فيقعد يزيد اوفر تايم، يسوي ريكفري للاتش بي. لكن مشكلتها انها ما تشتغل دائما، ولازم يكون الاتش بي حقك مره قليل. اصلا الاتش بي حقي اذا قليل انا حستخدم فلاسك، فهو فائدته مثلا اذا انت خلص الفلاسك تبعك تقدر تستفيد منه. يعني هذه فكرته تقريبا. اوكي، اوه يا عمري يا شيخ، بلس 4 بنشت نايت اوليج، وبرضه نقدر نرفع الديمي هيومنز. يا عمري يا عمري. اوكي، بعد ما تخلص الانفيجن وناخذ الاغراض نتكلم مع نيفلي. اوكي، ارجع نرجع فوق نتكلم مع جودوين. جودوين يا جودوين حيفتح لك اكسترا ديالوج. نيفليز ديسبير. A determined plebeian is more wicked than a Norman horn. Quite frankly,
I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition. Oh, my apologies for that. Nahensha got rather ahead of himself, as his master. But now, Ensha is finished. Forever. اوكي نرجع للنفل الان نتكلم معاها. وبرضه حتعطينا اكسترا ديالوج. يو بليز اتس باثيتيك اي نو بات سو يو نو اولريدي دو يو رايت اتس ترو ماي فادر كاست مي اوت فور اندولجينج ماي ايموشنز. Forgetting the mission. Punishment for offing his father. Mother. Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him. To place him on the throne of Elden Lord. And yet I... Though it was not my intent, I betrayed him. And I... can no longer trust him, father. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now... No. How could I say the father... طبعا الصدمة هنا انه... جودوين. انا ما ادري ايش اسمه جودوين. هو اسمه جيديون. تقريبا حاجة زي كده. طلع ابوها. كذا نكون خلصنا وفعلنا كويست نيفلي مع جاديون. الحين نبغى نسوي فاست ترافل. روت تو ذا مانور. يب. هنرجع ورا. وحناخذ في هنا هيدن باث في الارض. ايوه في شغله مره حلوه انا ما قد شرحتها لكم. خلوني الحين اعلمكم اياها. نذبح هذا بس. شوف يا صاحبي شايف الهيل هذا اللي انا موجود عندي الان مركبه اللي هنا. هذا ابغاك تشتريه. تشتريه من مين؟ دقائق بس. أنا أبغى أشرح لكم مسألة مرة رهيبة، متأكد إن أغلبكم ما يعرف عنها ولا قد سمع عنها ولا قد شافها أصلاً. يا حبيب. خلاص حبيب، خلاص يا بابا. طيب، تأكد إنه معاك الهيل، الهيل من فين تاخذه؟ بالراوند تيبل، يهو مين شايفنا؟ أوكي. في الراوند تيبل في اللي هو البروفيت. او البراذر اللي نشتري من عنده الانكنتيشنز. على العموم احنا اشتريناها من عنده زمان. اذا انت متابع معانا وتاخذ معانا الاغراض المفروض معاك هذا الهيل. او انا ما عندي الهيل، انا ما اقدر استخدمه عشان الفيث عندي ناقص. تقدر تستخدم هذه التاليزمان احنا جبناها، ترفع الفيث عندك الخمسة، فالمفروض انك خلاص تقدر تستخدمها. واستخدم اللي هو كلو مارك سيل، هذا المفروض انه موجود عندك اذا انت ماشي معانا، لانه هذه ما اعتقد انت تقدر تستخدمها، لكن هذه تقدر. او عفوا هذه اصلا مي موجوده معك، هذه احنا اخذناها واحنا قاعدين نلعب. على العموم ايش الفكره؟ تذكروا البوس تبع العنكبوت اللي مره سبامر ويستخدم البويزن. حوريكم تركه مره حلوه معه. فانت كل اللي عليك انك تجهز امورك تدخل. وافضل تنزل الميميك او ايا كان اللي بتستخدمه، واستخدم الهيلينج بالشكل هذا. شايفين الدمج؟ اوه شيء، خلصت الاف بي عندنا. ما مشكله، خلصت هيز ديد اصلا. يا ساتر، شايفين الدمج حقه؟ برضه حتى هو دمجه عالي، عشان كذا انا كنت حريص اني اعلمكم التركه هذه عشان اسهل لكم الفايت قد ما اقدر. اوكي ام ديد. نستخدمها مره ثانيه ما في اشكاليه. ايت مات.
فالحركة هذه ترى مرة أوكي وقليل مرة اللي يعرفونها في اللعبة. That's my job يا صاحبي، إني أنا أعلمك كل تفاصيل اللعبة وأسهل لك اللعبة قد ما أقدر. وهنا نأخذ الفروزن نيدل، سلاح كايند اوف رهيب كول صراحة. يسوي بيلد اب فروست بايت، والفروست بايت بيلد اب عنده 60، يعتبر حاجة مرة كويسة. سلاح دكستريتي مرة سريع في الضرب، الضرب فيه كله بيرسينج زي ما انت شايف. الاشفور حقته هذه هي، هو ميزته انه صراحة يسوي بيلد اب فروست بايت مرة سريع اللي هو الجليد. اوكي خليني بس ارجع سلاحنا على السريع. طيب اختصار للوقت خلينا نرس من هنا عشان منها اصلا الرست. اوكي الان حنطلع فوق هنا. اوكي احنا اتفقنا انه الافضل ما ندخل المنطقة هذه نهائيا، منطقة المانور. حنجي بس في المكان هذا فيه جريس، وهنا عندنا شايني بول عندها اش فور. وانت رايح لمنطقة المانور، المانور كاسل اتوقع كذا اسمها، زي ما انت شايف البوس تبع المنطقة بيحاول قد ما يقدر انه يمنعك توصل للقلعة حقت راني. وللأمانة ترى الدمج حقها مرة عالي، فانتبه قد ما تقدر، حاول تمشي زي ما أنا ماشي الآن مع الطرف إلين نوصل الجريس عند المارك رقم 1. خلاص انت إذا فعلت الجريس كذا إن شاء الله أمورك طيبة. أنا أفضل ترست. خلص ونكمل طريقنا. وفي عندنا هنا شايني بول. وعندها اش فور، واحدة من اقوى الاش فورز في اللعبة. طبعا صار لها للأسف باتش برضو اذا عندك سلاح مثلا AOE damage حيكون مرة مناسب، بس ما اعتقد للأسف. اوكي مو مشكلة. I think تجينا الان راحت كذا. Let's go. هذا الاش فور الهور فروست ستامب، زي ما ذكرت واحدة من أقوى الأش فورز في اللعبة، وفي مرحلة معينة في اللعبة كانت تقريبا هي أقوى أش فور، لكن صار لها باتش وصارت كايند اوف يوزلس، لكن بشكل عام تظل مرة كويسة وتعتبر AOE دمج ممتاز جدا يا صاحبي. وعندنا آخر شيء المارك رقم 3 موجودة هنا تقريبا في المكان هذا، تقريبا هنا، فحنرسبن هنا ونتوكل على الله. المارك رقم 3 فيها حاجة مرة رهيبة حوريكم اياها بعد شوي. جاهز اذا عندك كروس بو، قد تكلمنا عن هذا الموضوع قبل كذا اللي هي مسألة البالونز، وانهم يعطونك روين بلس 6. فالتركة هنا انك انت تطلق على البالونز مباشرة، ما يحتاج تطلق على الانيميز ذولا اللي في الجهة هذيك، حتجيها ان شاء الله بعدين. اهم حاجة عندنا اللي في طريقنا. اي ثينك كذا خلاص، انا شايف واحدة هناك صح؟ ولا يتهيألي؟ اوكي الان اللي احنا قبل نسويه ان شاء الله فيه سلاح.
حناخده مرة أسطوري ويركب على البلد حقنا، حيكون مرة فعال. بس وانت رايح يا صاحبي في هنا جريس، وصراحة انا ماني كاتب الجريس ان نجيها ذا الحين، لكن انا افضل ان نروح لها خلاص كده اصلا في طريقنا. وهناك فيه شايني بول حنجيها بعدين، خلينا اهم شيء الحين بس نفعل الجريس. هذه هي طبعا هذا الميوزليم قد تكلمنا عنه قبل كذا، وانه تقدر عن طريقه تسوي الدبليكيت للارواح تبع البوسز. هنا كان في سومبر 3 اخذناها اتوقع، يب. فهذا طريقته مختلفه. ال- 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 القديمه كانت، او عفوا اللي قابلناه اول واحد كان لازم نضرب في رجله الين يطيح وبعدها نقدر نستخدمه، لكن هذا مختلف نوعا ما وكايند اوف صعب صراحه. لازم نطلع فوق الستونز هذه الأحجار وننتظره تقريبا، هذا الحجر اللي تحت اللي هنا، وننتظره لين يقرب. حياخذ وقت طويل جدا 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 لين يوصل عندنا، فبعدين إن شاء الله حنسويها مش الحين. الآن عندنا بوس فايت اللي هو الكافالري الدارك نايت أو الرايدر. فدقيقة وين ضيعت أنا؟ أي صح هناك. وزي ما ذكرت حناخذ من عنده سلاح خرافي والله العظيم، السلاح مجنون يا عيال، اللي هو الهيلبرت. طبعا نسيت لازم اشفت الوقت على النايت. بعد كذا جهز بفاتك يا صاحبي وضبط امورك. بعد ما تقرب استخدم، عفوا تدرون خلينا نستخدم الجولدن بو من الحين. نستخدم الميكس فيزيكس ونقول بسم الله. بعد انتم عارفين الدريل ما يحتاج. وال بس يا حبيبي بس تعال 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 تعال. ايوه قاعد دايم والله اللي موت اول خسران، هذا اللي صاير بينه وبينه. اوكي الحصان بيطيح، كمون ليتس جو. حيعطينا الاشفور وحيعطينا الهيلبرد، سلاح اسطوري والله، سلاح اسطوري يا عيال. مره ينفع لنا النايت رايدر جليف، هو هيلبرد يعتبر، هذا من نوع الهيلبرد الأسلحة هذه. اوكي بعد ما نخلص الان ايش ناقصنا؟ نشيك على النوتس بشكل سريع. خلصنا الرايدر، انر ايونيا. فين الجريس هذه؟ انا كاتب اسمها بس ما يعرف مكانها والله. between mountain to magic ball. اوكي 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 عرفتها 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 عرفتها. احنا بنروح هناك نجيب سومبر 5. في ميكس فيزيك ولا تدري؟ لا والله ما نبغاه صراحة. اوكي
على العموم انتبه، المكان هذا زي ما تذكرون قبل كذا كان فيه انفيدر، احنا نبغى نروح سيدي على هناك عشان الانفيدر بس ما يجينا. تقريبا نورث، وبعد ما تدخل في المنطقة هذه يا صاحبي الين نهاية الطريق حتاخذ من هناك السومبر 5، وبكذا نقدر نسوي ابجريد للسلاح تبعنا. بالنسبة للماجيك بول هذه ترى ما عندها اي شيء مهم، حرفيا بتغثك على الفاضي، ما عندها لا دمج، ما عند عفوا ما عندها ايتمات مهمة، ما راح تعطيك روينز عالية ولا راح تعطيك ولا شيء، فانا افضل انك تسحب عليها الصراحة. طيب بعد خلص ترافل تو نورث اوف شرود في المكان هذا تقريبا، تدروا خلونا حاليا نكمل. اوكي طيب حيكون عندنا هنا تقريبا هنا في المكان هذا في كرفان حناخذ من عنده سلاح، وفي كامب اي ثينك انه هنا الكامب، كامب مره كبير مليان مليان انيميز. يا طبعا انا ما استخدمت الرونز اللي معايا ولا سويت ابجريد لانه ناوي اطور الاسلحه اللي موجوده معانا. اتوقع هذه اخر واحدة في البحيرة اذا انا ماني غلطان. اوكي throwing dagger، تقريبا احنا وصلنا الكرفان، سيارة بطلع. زي ما انت شايف المكان هنا مليان بكاريان نايتس، تقدر تفرم الدروع حقتهم مره رهيبه، وزي ما تعرف يا صاحبي لما تقرب من الكرفان اضرب الجاينتس بس ضربه واحده عشان يوقفون الكرفان. ننقز نفتح الجست ناخذ السورد ونكمل طريقنا، واخذنا كاريان نايت سورد، سلاح ماجيك وللامانه مره ممتاز السلاح، انا مره انصحك فيه يا صاحبي. طبعا شفت الدمج اللي جانا كيف، فعشان كذا انا انصح انك حاليا تسحب عليهم، تعال نظف هنا على راحتك، ابدا من هنا. المشكله حتى اللي في الكرفان جولين عندنا. بعد ما تخلص اطلع فوق على طول وحاول تذبح الانيميز اللي موجودين فوق. وعندنا هنا الكاريان نايت، انتبه من الدمج حقه يا صاحبي، ترى دمجه جدا عالي. يلا الحين نروح نجلد البامكن هيد، ابلع. اوكي هيلتهم، نايس والله. بلا دقيقة هيلتهم ولا يتهيالي الا والله. والله يا حلو الحركة.
والله حلو، أول مرة أدري، أول مرة أدري إني أقدر أهيل ال ها السبيريت آشز. سميثينج سون، أخذنا البلود كلوت، هي رون أرك موجودة تحت. واتوقع في تشيست باقي ولا انا غلطان؟ ايوه هذا التشيست. واخذنا الجلينستون، كذا نكون خلصنا، ما عاد في اي ايتمات، ما عاد في اي اغراض نسيناها ان شاء الله. نخلص نروح للجيلفيش، حناخذ من عندهم شيلد. واحد صراحة من الشيلدات الرهيبة في اللعبة، كثير مرة اللي يستخدم الشيلد هذا. واخذنا البلود جريس، نكمل طريقنا لين تحت. طبعا زي ما تشاف الدمج حقهم مرة مزعجين، وما في اي شيء مهم انك انت ممكن تذبحهم الا بيرفع ضغطك على الفاضي، مرة متنكين. عندنا هنا جريس، رست على راحتنا ونكمل طريقنا. حنطلع لين فوق وحوريكم شغلة مرة رهيبة فوق. الى الان ما راح استخدم الرونز اللي معانا لسه، لانه تقريبا بعد الجزئيه هذه عندنا حنرجع الراوند تيبل ونقابل نيفلي، فكذا كذا حنروح الراوند تيبل ونضبط امورنا ان شاء الله هناك. طبعا طريق طويل جدا زي ما انت شايف، مليان جيليفيش، مليان بالجوست كاريان جاينت. ما عندهم ترى شيء مهم، ما راح يعطونك ايتمات، ممكن يطيح لك السورد الجريت سورد كاريان هذا اللي معاه، لكن قدام احنا مطولين حنجيب السلاح تبع الجريت سورد كاريان اذا انت مهتم بالسلاح، مع اني انا ما اشوف انه شيء مميز صراحه. جريت سورد سلاح ثقيل جدا على الفاضي، في اسلحه جريت سورد للماجيك افضل بكثير من الكاريان. ووصلنا الجريس، واحنا دحين هنا في المنطقة هذه. المكان هذا فيه ثلاثة تليبورت لكن من نوع مختلف، نفعلهم عن طريق حاجة اسمها الامبيود، امبيود سورد كي. هذا مش الستون سورد كي العادي، هذا امبيود سورد كي. في اللعبة الأصلية فيه منه تقريبا ثلاثة بس، فأول واحد موجود هنا. في ثلاثة عندنا هنا، ثلاثة أبراج زي ما أنت شايف، وثلاثة تيليبورت لازم تروح عن طريق الإمبيوت كي اللي معاك تفعل واحد منهم. حاليا ما في ولا واحد من هذول مهم. هذاك اللي تحت حيوديك منطقة نوركن تحت الأرض، وتذبح كروسبل نايت حتاخذ من عنده أتوقع تليزمن عادية جدا. وهنا برضو حتروح منطقة في نهاية اللعبة مرة، وبرضو حتاخذ تليزمن عادية جدا. لكن هنا يا صاحبي في شغلة مرة مهمة، هنا we will take our revenge. ودحين تشوفون اقصد مين، اللي لعب اللعبة قبل كذا عارف انا ايش اقصد، واللي ما لعب اللعبة معانا قبل كذا او ما قد ختم اللعبة ما راح يعرفين ايش فيه، وايش انا اقصد بكلمة revenge، انتقام. تذكرون المكان هذا ولا ما تذكرونه؟ طيب انا دحين اجدد لك الذاكرة يا صاحبي واوريك من جوة البوس وول. ضبط امورك، جهز بفاتك. وقول بسم الله. خوينا السبايدر. Time for payback. طبعا انتبه البف اللي على السلاح تبعه ترى مرة جامد، يعطيه دمج خرافي. He's dead. وحيعطينا السلاح حقه، حيعطينا الشيلد. السلاح للأمانة ترى مرة ممتاز ويسوي دمج مرة حلو. خليني أوريكم إياه، خاصة إنه ينفع لنا مرة كفيث زي ما أنت شايف. تمسك السلاح
يصير عندك دول سورد وتعطيه بف. يا حبيبي دمج 226 هو ليفل 1 ليفل 0 حتى، فترى يعتبر سلاح خرافي والله. لكن ما اعتقد ان حنستخدمه لانه احنا قاعدين نلعب سترينث فيث اللي هو نظام البالادين. الاسلحه هذه اذا انت تلعب ديكس فيث ممتاز بالنسبه لك، جربه حيعطيك دمج عالي جدا. وبعد ما خلص يا صاحبي احنا رجعنا منطقه البدايه مره، وتذكرون اول ما بدينا اللعبه تكلمت ان الباب هذا يكون مقفل، لكن زي ما انت شايف الباب الان مفتوح واحنا بغينا نطيح. ناخذ من هنا ذا ستورم هوكينج السبيريت اش الخاص بنيفلي، وهنا حناخذ ستورم هاك الخاص فينا الاش سبيريت اش حقتنا. وهذه واحدة من الميدن في اللعبة، تذكرون الكويست تبع الوايت ماسك لما تكلمت انه يبغانا نروح يعني نجيب له البلود او الدم الخاص بالميدن. ففيه اكثر من ميدن ميتة، هذه واحدة منهم. في واحدة مرة بعيدة، دقيقة بس ثواني معليش، في واحدة مرة بعيدة موجودة هنا تقريبا، وفي واحدة أبعد موجودة في منطقة الثلج، هذه أقرب واحدة فيهم. وإحنا كذا الآن نقدر نخلص الكويست تبع الوايت ماسك في وقت بدري جدا. فكذا إحنا خلاص خلصنا المنطقة هذه، نشيك على النوتس فينيش ذا أريا. الآن على الوايت ماسك على طول. طيب احنا ليش مستعجلين على كويست الوايت ماسك؟ كويست الوايت ماسك حيعطينا قطعة اوكي حتخلينا نقدر نروح منطقة تعتبر في نهاية اللعبة مرة. انا ما ادري ذبحت اللورد اللي موجود هنا يرسبنا جين عادي اوكي. اوكي نجي نتكلم مع الوايت ماسك بيري. طبعا حيقص صباعي ويحوله الى انفيجن ايتم. Bloody finger. كذا صار عندنا unlimited invasion item. تكلم معاه مرة ثانية وحيعطيك ال pure blood knights middle. وهذه القطعة اللي تسمح لنا نروح لمنطقة lords of blood، منطقة البليد. المنطقة مرة خرافية. تعتبر حرفيا end game من صعوبتها. المنطقة الصعبة بشكل انت ما تتخيله يا صاحبي في المرحلة هذه وفي الوقت هذا من اللعبة. احنا بنروح هناك ما راح ناكل عيش. انا جبت القطعة ومستعجل عليها مرة بدري، في بعد كم حلقة حنروح هناك ناخذ ايتمات. حناخذ سومبر 7، حناخذ اقوى ضربة سبيل بليد من هناك. حناخذ حنجمع لنا روين تقريبا بلس 8 9 حاجة زي كذا، مرة عالية، فحتفيدنا مرة. حناخذها ونفقع حرفيا، ما راح نسوي اي شيء ثاني. اوكي خلصنا الوايت ماسك، الان نبغى نروح على الراوند تيبل ونتكلم مع نيفلي ونعلمها ان جبنا الهوك تبعها. I can smell my things. I'm
I don't feel the presence of spirits. Still, it reminds me of my first. Thank you. In this hour, it reminds me of my first. اوكي كذا احنا تاكدنا انه شغلنا ماشي معاها تمام. طيب في المرحله الجايه من كويست نيفلي ايش اللي حيصير؟ نيفلي هي اصلا نيفلي ايش اللي قاعده تسوي الان؟ نيفلي تبغى تحط لورد على منطقه ليم جريف كامله. اللورد حيحكم قلعه ستورم فيل كاسل طبعا بعد ما مات جودريك وذبحناه. الموضوع صار فوضى وكايوس في المكان هذا كامل في منطقة ليمغريف، وهي هدف هذا الحين انها تلاقي واحد يسمونه الاير. الاير اللي هو ايش يعني ايش يعني الوريث. فتبغى احد يكون وريث، ما تبغى اي احد يحكم ليمغريف وستورم فيل كاسل. ف كويستها من هذه المرحلة وقدام حيكون مرتبط بشكل أساسي باللورد اللي إحنا أنقذناه في هذه المنطقة. تذكرون اللي أنقذناه من هنا وبعدين رحنا نظفنا الفورت وجاء هنا في الفورت. وأصلا شوف إيش مكتوب، ليم غريف إير، الوريث الشرعي لمنطقة ليم غريف. فإيش الرابط بينهم؟ أنا ما أدري، ما هو واضح في القصة هم كيف مرتبطين في بعض وكيف احنا اكتشفنا الكونكشن هذا. موضوع الكونكشن اللي بينهم ترى جاء صدفة، ما حد كان ما كنا نعرف لانه ما في اي شيء واضح بينهم الاثنين نهائيا. كلمة ليم غريف اير هي الشيء الوحيد اللي احنا وضح لنا انه نيفلي مرتبطة باللورد اللي موجود في هذاك الحصن. قدام ان شاء الله ادفانس، بعد ما سوي ادفانس للكوست حق نيفلي حيسالنا واحنا نقول له اوه ترى فيه واحد ممتاز لانه يكون وريث شرعي جديد لليم غريف وقلعه ستورم فيل، فحتنبسط مننا. ذاتس ات، بس يعني هذا هو الموضوع ترى حرفيا. اوكي الحلقه الجايه ان شاء الله يعني احنا حنوقف هنا. ودي والله اكمل لكن افضل اخلص الشغل الباقي في الحلقه الجايه. حنروح على النورثن ليك شور، ومن هناك إن شاء الله عندنا أشياء كثير حنسويها وحتكون حلقة رهيبة جدا بإذن الله. فهذا كان كل شيء حلقتنا اليوم يا صاحبي، أتمنى أنك تكون استمتعت معنا. في نقطة معليش أنا نسيت أسويها، حرجع الراوند تيبل وحضبط بعض الأشياء في الأسلحة اللي معانا وأوريكم إياها إن شاء الله في الحلقة الجاية عشان بس وقت الحلقة ما يروح على الفاضي. هذا كان كل شيء حلقتنا، أتمنى أنك استمتعت يا صاحبي. نشوفكم على خير وسلام.